لم يحدث بشكل طبيعي، قوته غير طبيعية ولا يفسرها العالم. السبب مؤامرة خارجية. توقع العالم الهولندي يثير الشك. السدود الضخمة هي من زادت الحمل على الأرض. مشروع هارب يقف وراء الزلزال المرعب. إشارات استفهام وضعها مئات الآلاف من البشر بعد الإعلان عن الزلازل التي وقعت في تركيا وسوريا. نظريات مؤامرة وتحليلات عجيبة وأحاديث ومعلومات لم يسمعها أحد من قبل. لكننا في ستاب نيوز بحثنا في كل تلك الأقاويل وحللناها بالكامل لتشاهدها في هذا الفيديو. المؤامرة والزلزال. فجر الاثنين السادس من شباط عام 2023، اختلف شكل تركيا وسوريا على الخارطة. مدن تغير وجهها ومواطنون ابتلعتهم المباني. قيامة امتدت على مساحة شاسعة بين البلدين الجارين. زلزال مدمر مركزه ولاية كهرمان مرعش التركية، امتدت آثاره لأكثر من 10 ولايات تركية، واهتزت بسببه أكثر من نصف الأراضي السورية كأنها القيامة. هكذا كان الوصف الذي اتحد عليه الناجون من زلزال الفجر الدامي الذي بلغت درجته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وخلف حتى لحظة كتابة هذا التقرير أكثر من 23 ألف ضحية وعشرات الآلاف من الجرحى ومثلهم من المشردين. ومثلما هرعت وسائل الإعلام لتغطية الفاجعة ونقل المعاناة بالصوت والصورة، كان هنالك كثيرون يتحدثون على مواقع التواصل الاجتماعي عن مؤامرات ونظريات وتخمينات زادت من رعب سكان المنطقة وقلقهم. إحدى أكثر النظريات انتشاراً كان الحديث عن وقوف سبب بشري خلف ذلك الزلزال، وكان من بين المصطلحات الظاهرة مشروع هارب الأمريكي. المؤمنون بتلك الرواية والذين وجدوا بالسوشال ميديا وسيلة سريعة لبثها، اتهموا القوات الأمريكية المتواجدة بقاعدة أنجرليك التركية بالوقوف وراء الزلزال، خصوصا بعد حدوث زلزال ثان بعد ساعات من الأول. أصحاب تلك النظرية يقولون أن بعثة من القاعدة انطلقت قبل مدة لتنفيذ معسكر قرب موقع الزلزال، وأنهم خلال ذلك المعسكر نفذوا التعليمات اللازمة ليتم الزلزال بعد أيام قليلة فقط، وذلك ضمن مشروع هارب الأمريكي. لقطات فيديو عززت تلك النظرية على مواقع التواصل، حيث ظهر بالتزامن مع الزلزال الأول ما يشبه البرق الأزرق في السماء في مناطق بعيدة عن المدن التي ضربها الزلزال، وقيل أنها موجات عالية أطلقت من خلال سلاح هارب الأمريكي. وهارب هو برنامج تموله القوات الجوية والبحرية الأمريكية ووكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة المعروفة باسم داربا وجامعة ألاسكا. هدفه الرئيسي دراسة خصائص الأيونوسفير لتحسين تقنية الاتصال وأنظمة المراقبة، مثل الكشف عن الصواريخ وإثارة وتنشيط وتسخين منطقة محدودة من المجال الأيوني بشكل مؤقت باستخدام أدوات منها أداة التردد العالي جدا ورادار التردد فائق العلو ومقياس المغناطيسية وجهاز استقراء مغناطيسي. في الواقع بحثنا عن المعسكر الذي قيل أنه أقيم قرب موقع الزلزال، لكننا لم نجد أي مصدر، كما أنه لا يوجد أي تأكيد عن وجود تقنيات مشروع هارب في تركيا، ما يعني أن النظرية منفية بشكل كلي لأن المشروع ليس موجودا في منطقة الزلزال. مع هذا يرى داعم تلك النظرية أن تنفيذ الزلزال في هذا الوقت تحديدا يحمل عدة إشارات، على رأسها تقرب تركيا من روسيا في ظل حرب أوكرانيا وابتعادها عن المحور الأمريكي، لكن ذلك ليس سببا مقنعا أبدا، خصوصا أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو. توقع العالم الهولندي فرانك هوجر بيتس الذي تحول بعد الزلزال الدامي إلى أحد أشهر علماء الجيولوجيا في الكوكب عززت من نظرية المؤامرة حول الزلزال، وربط البعض توقعه بمشروع هارب والأيادي الأمريكية أو الغربية بشكل عام، حيث لم يسبق أن توقع أحد أو جهة ما حدوث زلزال وحدث فعلا، لكن توقع فرانك حدث بعد 3 أيام فقط وبدرجة قريبة من التي توقعها وفي ذات المكان الذي حدده أيضاً.
لكن ذلك كله مجرد توقع فقط لا غير. نظرية أخرى أو تحليل آخر ظهر للعالم بعد الزلزال، حيث خرجت العديد من الأصوات التي تقول أن السبب الرئيسي للزلزال هو كثرة السدود في تركيا، والتي باتت تحجز كمية كبيرة وهائلة من المياه فيها، ما أدى لتشكل ضغط كبير على الأرض، وفي النهاية وقع الزلزال الضخم في تركيا. حسب علماء الجيولوجيا، فإن السدود كانت سبباً من بين عدة أسباب للزلزال، لكنها ليست السبب الرئيسي، كما أن بنيتها أثبتت أنها قادرة على تحمل أعنف الهزات. وكشف أستاذ الجيولوجيا في الجامعة الهاشمية أحمد ملاعبة أن السدود التي بنتها تركيا على حساب سوريا والعراق لها دور جيولوجي في الزلزال الكبير الذي وقع فجر الاثنين الماضي، لكن السدود لم تكن السبب المباشر، حتى ولو أنها ساعدت على وقوع الزلزال من ناحية جيولوجية. فالسدود التركية بلغت ذروتها وأصبحت من أكبر السدود في العالم من حيث المخزون، وهذه السدود بلغ مخزونها الاستراتيجي أكثر من 651 مليار متر مكعب من المياه، وهذه المياه تتسرب من خلال الشقوق والكسور والفواصل في الأرض، فتنزل هذه المياه إلى الأحواض الجوفية، وتكون هذه الأحواض بطبيعة الحال مشبعة بالمياه، وفي حال زادت المياه هذا يؤدي إلى تمددها وزيادة كمية الماء الذي تخزنه، وأيضا تؤدي إلى عملية تمدد أو توسع للكسور الموجودة في الأحواض الجوفية، وفي النهاية تؤدي إلى خلخلة أو تكسير لهذه الفوالق، وهذا ما حدث بالفعل. مع تلك النظريات ظهر الكثير من الروايات والتحليلات التي وصف بعضها بالعجيبة والبعض الآخر بمستحيلة التصديق، ففي النهاية الزلزال لا يمكن توقعه أبدا ولا يمكن تحديد وقت حدوثه أو قوته، كما أنه ورغم تطور العلم في العديد من المجالات إلا أنه لم يتوصل لتلك المرحلة. يضاف لذلك أن عملية أحداث الزلزال ليست ممكنة إلى الآن، إذ إن مشروع هارب الأمريكي توصل للعديد من التقنيات مثل المطر الصناعي أو حتى صناعة العواصف، لكنه ليس من ضمن قدراته صناعة الزلزال. لذلك وأخيرا تبقى الزلازل أحداثا لا تصنع ولا تتوقع، وهو ما حدث تماما في الزلزال الدامي في تركيا وسوريا.